مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، وحشتوني قوي قوي. بنستكمل معاكم حلقاتنا المختلفة والمتميزة دايما من برنامجكم بدون سابق انذار. طبعا برحب بزمايلي اللي منورين النهاردة، نيرة وسارة. اهلا بيكم. اهلا بيكي يا ندى، انتي وسارة. اهلا بيكم واهلا بكل مشاهدينا في حلقتنا النهاردة. طبعا هنبدأ معاكم في بداية حلقتنا النهاردة بموجز اخبار الاسبوع، واول خبر معانا وهو استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء يوم الخميس أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي. محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان يضبط أثناء جولة له مجموعة من الطوب السويسي محملة أمام بناء مخالف في شبين القناطر، ويأمر بمصادرة جرار الطوب وإزالة البناء، ويحرر محضرا بإحالة صاحب البناء للنيابة العسكرية. أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه قد تم إغلاق عدد 414 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي تم تطبيقها منذ الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة حرصا على صحة المواطنين وتجنبا للوقوع تحت طاولة القانون. انطلقت مبادرة وعي التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة ألمانيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وتستهدف المبادرة ندوات توعوية وتثقيفية خلال شهر ديسمبر يحاضرها أساتذة جامعيون ومتخصصون، تعزيزا لقيم الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب الجامعي. وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لملاحقة صور الخروج عن القانون كافة، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. ضبط خلالها 456 متهم وبحوزتهم 21 قطعة سلاح ناري و46 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وثلاث قطع من الأسلحة البيضاء، وذلك خلال أسبوع. أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية الانتهاء من وضع برنامج لتنفيذ 250 ندوة ثقافية متنوعة داخل الجامعات والمعاهد ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للولاء والانتماء. كشف مصدر مسؤول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل يناير المقبل، كاشفا أن المنصة تقدم جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم وكافة الإجراءات. شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة، والذي يقام تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر. عقدت لجنة الكروب بمحافظة المنوفية اجتماعا برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومديري إدارات الحسابات والشؤون القانونية وشؤون الإنتاج والصناعات الحرفية والتنمية بالمحافظة، حيث تم تمويل 79 مشروعا اقتصاديا بإجمالي 571 ألف جنيه بمختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حاصل بيع المشروعات لمشروع أكراد الأسر القرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمشروعات الاقتصادية المقدمة للأسر بالقرى والأحياء الشعبية. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بفقرة 3 فوق و3 تحت. ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة 3 فوق و3 تحت، وأول خبر معانا في 3 فوق آية أيمن.
آية أيمن أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تفوز بميداليتين في بطولة العالم للسباحة البارالمبية. طبعا نموذج مشرف جدا جدا طبعاً جدا طبعا يعني ده نموذج مشرف جدا كمان للبنات الفتره دي، ان بنت كمان عندها من ذو الهمم وقدرت ان هي تتحدى الصعوبات دي كلها طبعا وتوصل لحاجه زي دي، فدي طبعا حاجه حلوه جدا قدرت فعلا إنها مبروك ليها طبعا، ويا ريت كل الناس تحتذى بالامثله الجميله دي. وطبعا هو ربنا هنا واهبها حاجه كانت في حاجه تانية مكذوبه منها او متاخده منها، لكن ربنا كرمها بحاجه تانية وهي اللي فازت بيها افضل وحاجة جميلة جدا جدا. وعاوزة أقول لكم الحياة هنعيشها مرة واحدة، نعيشها صح ونحقق كل اللي نفسنا فيه ونوصل لإنجازات غيرنا ما وصلوش ليها، يا إما بلاش. يعني لو لقيت صعوبات، ناس كتيرة قوي بتقابلها صعوبات ويمكن أصعب من ظروفك، أهم حاجة أنك تبقى ناجح، أهم حاجة أنك تبقى مبسوط وراضي باللي أنت بتعمله، أهم حاجة أن تخلي أهلك وبلدك فخورين بيك، وكمان تمسك في حلمك وتخليك وراه. واوعى تسيب حلمك حتى مهما كتير وقفوك، هي من ذو الهمم ولكن قدرت ان هي تثبت نفسها. وطبعا يعني دي نموذج مشرف جدا طبعا للبنات والشباب ان هي طبعا يعني قدرت توصل لكده. بالظبط. معانا كمان من ثلاثة تحت، اول خبر معانا مهندس بترول يلقي بامواله من البلكونه في الجيزه. يعني دايما كنا بنسمع في الافلام طبعاً ايوه طبعا القصص والروايات بقى والحكايات، وكنا في الافلام عارفه كمان فكرتوني بايه، اللي هو معاه فلوس ويحيره يجيب حمام ويطيره أو هنا طيرها في الشارع. ايوه ده تلاقي يعني انا دايما اسمع القصص دي روايات قصص، لكن بصراحه يعني حاجه غريبه جدا. وكمان مهندس يعني كمان وكمان مش اول مره، يعني دي ثالث مره كمان. بعد كده يا ساره وانت والندى تحت بيته بقى خلاص بقى يا ريت يا جماعه الناس اللي زي دي برضو لو حتى وجهها بالظبط لو اتبرع بيها يكون افضل. فشكرا ليكي يا ندى. ومعانا كمان من ثلاثة فوق، ضم الطفل يوسف لفريق براعم نادي المقاصة بعد ان تم التقاط صورة له وهو يقلد تمارين اللاعبين في النادي. طبعا هنا حالة إنسانية واضحة جدا من نادي المقاصة ان هو ضم يوسف ليهم جدا، ولقى حد انه يساعده بدل ما مثلا هو ما كانش لاقي، كان بيعمل الحاجه دي ومش لاقي ان حد يوصله، فاهماني؟ هو عمل الحاجه دي ولقى ان حد يوصله بقى ما شاء الله. كمان المدرب او الحد اللي خده ودعمه طبعا دي حاجه طبعا نموذج مشرف جدا طبعا لبلدنا، ان احنا بندعم المواهب وان احنا بندعم الناس اللي عندها رياضه وكل ده طبعا. بالظبط. ومعانا كمان من ثلاثة تحت، كاميرا مراقبة تكشف سيدة منتقبة تلقي رضيعا حديث الولادة بعد دقائق من ولادته خلف مسجد في قرية خولي مؤمن بمحافظة الدقهلية. لحد امتى يا جماعة هنفضل نشوف الأمثلة دي؟ لحد امتى هنلاقي أطفال جنب صندوق قمامة؟ لحد امتى هنلاقي أطفال جنب مسجد وجنب جامع؟ للاسف الظاهره دي انتشرت الفتره كتير اللي فعلا يا ندى. انت وساره الفتره دي كتير قوي، وبالذات كمان في صندوق الكمامه مش عارفه فين الرحمه، يعني فين الرحمه قدام عجل العربيه؟ لا 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 حاجه بصراحه ازاي انثى كمان تعمل كده؟ فين الرحمه والمساواه؟ فين الحنيه اللي عندها؟ يعني انت انثى وهتبقي فيما بعد ام، الله اعلم انت والدته ولا لا، بس المفروض يكون في قلوبنا رحمه اكتر من كده. بالظبط. كمان كان في قصه برده مشابهه برده لدي، الست برده اللي رمت برده الطفلين ولادها من على النهر. ايوه من على النهر صح يا جماعه. فده بصراحه يعني نموذج مش مشرف خالص يعني، ونتمنى بصراحه ان الفتره الجايه يعني نلاقي تناغم بين الام، ويعني فين الحنان اللي احنا اصلا متعودين عليه من زمان. معانا ولا ايه رايك؟ ومعانا من ثلاثة فوق وثلاثة تحت، وزارة التضامن تنقل بائع المناديل احمد حلمي لمركز استضافة المرأة ببني سويف وتوفر فرصة عمل له براتب 2000 جنيه. طبعا دي حاجة مشرفة جدا ان هم يعني بيساعدوا الناس، وكمان يعني وفروا له راتب شهري ان هو يقدر يعيش منه. ده نموذج طبعا مشرف طبعا للبلد بتاعتنا ان هي يعني ما بتسيبش حد، يعني دايما واقفه في ظهرنا. وطبعا ان احنا يعني نوفر نعمل كل ما نبقى بنعمل دار رعايه، نعمل نوفر عمل، طبعا ده طبعا يعني بيقلل كمان من الحاجات الوحشه اللي في المجتمع من الجرائم ومن حاجات كتير طبعا. بالظبط. أيوة. فعلا، ويا ريت المسؤولين يحتذوا بالمثال الجميل طبعا ده بصراحه مثال حلو قوي ومشرف كمان، ويعني مسؤولين كتير كمان ياخدوه ليهم. ومعانا من ثلاثه تحت، الطالب يوسف فياض طلب من الدكتورة تأجيل الامتحان له بسبب إصابته بكورونا ولكنها رفضت، وبعدها توفى الطالب. طبعا أول حاجة البقاء لله لأهل الطالب،
إيه وطبعا ده يعني نموذج حاجة مؤسفة طبعا جدا جدا. اه فعلا حاجه مؤسفه يعني جدا، حتى لو مش تعبان بالكورونا. ايوه فعلا يعني المس... حتى لو مش تعبان فعلا بكورونا وكمان يعني اي مرض ايا كان. وبعدين هنا كمان ناخد بالنا من كلمه تاجيل الامتحان، يعني هو كمان يا ده انت وساره ما لغوش خالص، هو ما قالش ان انا هلغيه، لا يعني ده هو ده ده قال ده اجله تاجيل بالظبط. طبعا يعني وصلنا لحاجه ما كناش خالص نحب ان احنا نوصل لها، وهي طبعا وفاه الطالب، ودي طبعا حاجه يعني مؤثره جدا فينا ان الدكتوره اتعاملت معاه بالشكل ده. طبعا يعني احنا بنعزي اهله جدا من مكاننا. البقاء لله. البقاء لله. خلونا بقى نتكلم النهارده في موضوعنا يعني جميل جدا اللي احنا اخترناه، موضوع شيق جدا جدا يعني. هنتكلم عن قضيه او ظاهره وهي اطفال الشوارع. هنتكلم الظاهره اللي هنتكلم عليها النهارده ومش بس مصر الحقيقه اللي بتعاني منها، ولكن لما بحثنا وقرينا كتير لقينا ان دول كتيره جدا جدا بتعاني منها، وفي دول كتيره قدرت انها تستثمر وتحول القضيه والظاهره دي من اثرها السلبي الى اثرها الايجابي، وقدرت ان هي تستنفع بيه بعد كده. ولا ايه رايكم يا بنات؟ اكيد. أيوة طبعا حاجة أكيدة. اطفال الشوارع يا جماعه لازم نهتم بيهم اكتر، لازم يبقى عندنا رحمه في قلوبنا بيهم، كمان هم بيبقوا محتاجين قوي للموضوع طبعا ده. يا ساره، لانهم كمان اطفال الشوارع بيمروا بتجارب كتيره جدا، قد ايه هم لما بيكونوا ناس مسؤولين بيكونوا واثقين في نفسهم لانهم عدوا بكتير بالتجارب. طبعا الحياه طبعا في الشارع كلنا عارفينها طبعا بتكون حياه قاسيه شويه، طبعا مش زي ما احنا طبعا مع اهالينا وفي بيت وفي دفى، لا خالص. طبعا بيكون كلنا عارفين ان الاطفال دول نعمه ربنا رزقنا بيهم، لكن أيوة طبعاً. بس النعمه دي بتتحول لازمه كبيره جدا لو ما عرفناش ازاي نحافظ عليها. ايوه طبعا، يعني يا ريت احنا نقدر نوفر لهم كل الامن والدفى والحنان اللي احنا طبعا بنوفره طبعا لينا كلنا يعني. وعلشان كده يا ندى النهارده معانا مش هيكون معانا رساله المسؤول، لكن معانا رساله لشعب كامل، هي رساله انسانيه. هنعرض الفيديو ولا نتكلم عنه؟ هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. شفنا يا جماعه في الفيديو، انا هحكي لكم القصه اللي حصلت بالظبط من ايام بسيطه جدا. ان البنت دي كانت بتبيع خضره في الشارع، وكانت بتعرض على رجل من اللي ماشيين اثناء الزحمه المروريه في الشارع، والرجل ده ضربها، اتعرضت لحاله عنف منه. وعلشان كده زي ما شفنا في الفيديو ان صاحبتها اللي عايشه معاها موقفها هي اللي كانت جنبها، هي اللي حست بيها، هي اللي طبطبت عليها. هي لما قد ايه طبعا الفيديو مؤثر جدا، يعني حاجه محزنه، يعني حاجه محزنه فعلا ان هو حتى واحد كده ينزل يضربها. طب على الاقل بدل ما يضربها يقول لها ربنا يرزقك، ربنا يسهلك. أيوة على الاقل يا جماعه يعني حتى لو هنوجه ليهم ابتسامه بسيطه ونقول لهم شكرا، ربنا يسهلك، ربنا يجازيكي خير، وهكذا يجبر بخاطرها. حتى الكلمه يعني ده جبر الخواطر على الله بالظبط. طبعا فطبعا هو يعني نموذج طبعا يعني مش مشرف خالص، بس احنا تعالوا هنا نبص البنت صاحبتها قد ايه نموذج مشرف وحاجه ايجابيه خالص، يعني دي بقى الصحوبيه فعلا. بالظبط، بيقول لك انا مصاحب كتير قوي قوي بس مش لاقي حد فعلاً جنبي. فعلا انما انا مصاحب واحد شوفي اصلا وهي اللي معايا قد ايه، ما هو محزن ولكن هو في نفس الوقت برده جميل جدا، قد ايه حاسه بيها، قد ايه هم اهل لبعض كمان، باين الحب في عيونها. أيوة. باين الحنيه ما بينهم وبين بعض زي ما يكون بالظبط اهل البعض. فك ايوه كنت لسه هقول لك والله هما الاثنين حاسين ببعض. لان هما افرضي دي مثلا نازله تشتغل، نازله تصرف على نفسها، نازله تصرف على مامتها. أيوة. حتى لو هيقول لها حتى شكرا ولكن مش يمد ايده عليها، يعني بصراحه يعني سلوك غير حضاري بالمره خالص. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية. اوعى تغيروا المحطه او تروحوا في اي مكان، استنونا.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وموضوعنا النهاردة هنكمل موضوعنا عن أطفال الشوارع. وزي ما شفنا في الفيديو ده برضو نموذج من أطفال الشوارع، وإن هم حاسين ببعض وإن هم واقفين جنب بعض فعلا. طبعا قد إيه فعلا نموذج مشرف، يعني إن هم محتويين بعض، تحسي كده إن هم أهل البعض، دي حاجة فعلا يعني حلوة قوي. حتى الصحاب في الجامعه يا جماعه ممكن يكونوا ليهم، يعني البنت ممكن تكون ليها صاحبه واثنين وثلاثه وعشره، بس يجي موقف اتعرضت ليه البنت دي او موقف محرج او موقف مؤسف، ما بتلاقيش حد واقف جنبك الا اللي يتعدوا على الصوابع. للاسف ناس كتير قوي اول ما بتسمع الظاهره دي بيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. لا وكمان يا ساره انت وندى، هي المواقف هي اللي بتثبت مين واقف جنبك ومين لا، مين صاحبتك ومين لا. فبجد قد ايه هم فعلا يعني حلوين قوي شكلهم فعلا يعني بجد، وقد ايه كمان يعني بيعرفوك ان هم اهل. وللاسف لما تيجي تشوف هتلاقيهم بيستغلوا عقولهم، بيستغلوا عقول الاطفال فعلا. يعني فعلا. مثلا الطفل لما بيروح على الحاجه الغلط هو ما يعرفش منين الحاجه الغلط ومنين الحاجه الصح، لان ما حدش وجههم. بالظبط ما حدش وجههم على كده، ما فيش التوجيه، ما فيش الرعايه، ما فيش حنان. بالظبط فعلا. عارفين يا بنات لو في كمان بعد كده ندوات للاطفال دي هيكونوا فعلا حاجه كويسه جدا. فعلا وفي منهم كتير عندهم مواهب يا جماعه، يعني في اللي تلاقيه عنده موهبه الرسم، في اللي تلاقيه عنده موهبة الغناء، طب ليه ما نستغلش الموهبة الجميلة دي وننميها عندهم؟ وزي الطفل يوسف اللي احنا لسه دلوقتي اللي هو عنده موهبة الرياضة، هو نفس الحكاية برضو. وفي نماذج كتيرة طلعت من الموضوع ده ومن المبادرة، النماذج دي اللي دكتور قد ايه فعلا بيكونوا ناس مسؤولين برضو يا ندى، لانهم قد ايه شافوا يعني من الحياة كتير. صح. قد ايه كانوا منغمسين ومنغمسين في المجتمع، شايلين يعني مسؤولية، شالوا مسؤولية من صغرهم. طبعا يعني هم شايلين مسؤولية من صغرهم، وفي نماذج كتير قوي بقى، اللي بقى دكتور، اللي بقى مهندس، اللي بقى ما شاء الله عليهم. دي طبعا حاجه برده مشرفه برده ليهم، وقد ايه كمان التجارب مع الوقت بتعلم، فده فعلا حاجه يعني مميزه جدا ومشرفه برده في نفس الوقت ليهم. بالظبط. يعني بصراحه يا الظاهره دي، وفي برده المبادره اللي اتعملت واللي جمعوا مثلا اطفال الشوارع وجابوا ماكينات خياطه وعلموهم. يعني نستغل المواهب اللي عندهم وقدراتهم وننميها، دول هيفيدوا المجتمع بدل ما هم في الشوارع ومرميين مفيش رعايه. طب ليه يا جماعه كمان يا ساره وندى الايدي العامله كمان هتكون شغاله حلو جدا برده في المجتمع بتاعنا، وقد ايه كمان هنتقدم بعد كده. بالظبط. هنروح لموضوعنا بقى النهارده يا بنات، مين متشوق يسمعه؟ طبعا كلنا، يعني ده هم الجمهور. الجمهور مش هيسمع غير الموضوع بتاعي. بالظبط. هحكي لكم شويه بقى كده عن اماكن فعلا من اجمل الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر. خلونا قبل ما نتكلم هنطلع لفاصل قصير جدا وهنرجع تاني، استنونا.